السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2-2. بإذن الله سنستكمل درسنا التصميم المستجيب للمواقع الإلكترونية 2. أهداف الوحدة: ما هي الموقع الإلكتروني المستجيب ومزاياه؟ إنشاء موقع إلكتروني مستجيب. ما هي الموقع الإلكتروني التفاعلي وخطوات إنشائه؟ استخدام جافا سكريبت لإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي. استخدام تقنيات تحسين محركات البحث CEO لرفع تصنيف الموقع. وما هي الرسائل الإخبارية الرقمية والهدف منها؟ تصميم قالب الرسائل الإخبارية. من الأدوات التي سنستخدمها محرر فيجوال ستوديو كود. سنستكمل درس ما هي الموقع الإلكتروني المستجيب ومزايا. في درسنا اليوم سوف نتعرف على الموقع الإلكتروني المستجيب ومحاكاة الأجهزة في مايكروسوفت إيدج وإظهار المساطر واختيار الأجهزة التي تتم محاكاتها واستعلام الوسائط. تعرفنا في الدرس السابق على الموقع الإلكتروني المستجيب، وهو أحد أساليب التصميم والتطوير تستجيب فيها الموقع لسلوك المستخدم وخصائص الجهاز الذي يستخدمه في تصفح الموقع، وذلك وفق متغيرات عديدة. مثل ماذا؟ ممتاز، مثل حجم الجهاز بالإضافة إلى نظام التشغيل واتجاه الشاشة، وذلك باستخدام مخططات وصور مرنة في الموقع بهدف تحسين تجربة المستخدم. أيضاً تعرفنا على مزايا الموقع الإلكتروني المستجيب، مثل تحسين تجربة المستخدم وسهولة التحديث بالإضافة إلى توفير المال. تحسين تجربة المستخدم أنه عند زيارة المواقع الإلكترونية التقليدية من خلال الهواتف الذكية، قد يحتاج المستخدم إلى تكبير الصفحة ليتمكن من تصفح الموقع، بينما في الموقع المستجيب يتكيف مع الصفحات المختلفة على الأجهزة الذكية أيا كان حجمها، فيوفر تجربة تصفح سهلة وممتعة لجميع الخدمات والمنتجات على الموقع، فبالتالي يقضي المستخدم مزيد من الوقت أثناء زيارة الموقع. أيضا من مزايا الموقع الإلكتروني المستجيب سهولة التحديث، بدلا من الحاجة إلى تحديث الموقع الإلكتروني وأيضا تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالهواتف الذكية، فعند استخدام الموقع الإلكتروني المستجيب لا نحتاج إلى تحديث إلا جهاز واحد أو موقع إلكتروني واحد، وذلك يسهل أو يوفر الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى توفير المال، إن تكلفة إنشاء موقع إلكتروني لمستخدمي أجهزة الحاسب أو تطبيقاته أو موقع لحاملي الهواتف الذكية يعد مكلفاً، ولهذا يمكن توفير المال من خلال إنشاء موقع إلكتروني مستجيب بحيث يناسب جميع المستخدمين. أيضا ذكرنا أنه عند تصميم صفحات إلكترونية فإننا نستخدم إحداثيات الإكس والواي، بالإضافة بإمكاننا استخدام النسب المئوية للصور. إذا تمنحك هذه الإعدادات تخطيط مرن للصفحة بحيث يمكن تغيير حجمها ليناسب حجم العرض. إذا لإنشاء مخطط ديناميكي أو مستجيب لابد عليك إضافة إطار العرض ميتا مع استعلامات الوسائط ميديا. عند إضافة إطار العرض نقوم باستخدام الوسم ميتا داخل مقطع الـ HTML. ما هو إطار العرض؟ إطار العرض هو المنطقة المرئية للمستخدم من الصفحة الإلكترونية، يتم التحكم فيه بواسطة الوسم ميتا. تحقيق الاستجابة نقوم بتنفيذ القياسي، أولاً الويث أو العرض في الصفحة الإلكترونية يضبط وفقاً لعرض الجهاز. أيضاً مستوى التكبير وهو يضبط للصفحة التي يتم تحميلها أولاً بواسطة المتصفح وهو 100%. أيضاً تعرفنا في الدرس السابق أنه لتحقيق الاستجابة نقوم بكتابة الكود التالي. في صفحة الـ HTML نقوم بكتابة الوسم ميتا، بعد ذلك الاسم، بعد ذلك نقوم بكتابة اسم إطار العرض أو الـ Viewport، بعد ذلك الـ Content، الـ Width أو العرض يكون بحجم الجهاز، بعد ذلك مستوى التكبير.
إذا تعرفنا أيضا أنه بدون استخدام وسم ميتا يعرض الموقع الإلكتروني على الأجهزة المكتبية بحجم شاشة الجهاز المكتبي التقليدي، وعند استخدامه على جهاز الجوال يتم تكبير الشاشة ليصبح العرض مرئيا أو واضحا، بينما عند استخدام المواقع المستجيبة فإن الموقع الإلكتروني يستجيب على حسب حجم الشاشة. إذن لاستخدام إطار العرض أو الوسم ميتا نقوم بإدراجه في صفحة مشجعي كرة القدم التي تم إنشاؤها مسبقا، وذكرنا أيضا لإنشاء إطار العرض في صفحة مشجعي كرة القدم نقوم بفتح الفيجوال ستوديو كود، بعد ذلك نقوم بفتح المجلد الذي أنشأناه مسبقا، صفحة مشجعي كرة القدم، بعد ذلك نقوم بداخل قسم الهيد نقوم بكتابة الوسم ميتا، بعد ذلك نيم أو اسم الوسم، هنا إطار العرض أو الفيو بورت، بعد ذلك الكونتنت الويث، نقوم بضبط العرض بحجم عرض الشاشة المستخدمة، بعد ذلك مستوى التكبير يتم ضبط مستوى التكبير حسب تحميل الصفحة الأولى في الموقع. بعد ذلك يتم حفظ التغيرات، بعد ذلك يتم فتح إطار العرض هنا بدون استخدام ميتا وهنا باستخدام إطار العرض ميتا. في درسنا اليوم بعد أن تعرفنا على الموقع المستجيب وطريقة إنشاء الموقع المستجيب سنتعرف على محاكاة الأجهزة باستخدام مايكروسوفت إيدج بالإضافة إلى عرض الوسائط بالإضافة إلى إظهار المساطر. أولا سنتعرف على محاكاة الأجهزة في مايكروسوفت إيدج. يمكنك اختبار مظهر الموقع على الأجهزة المختلفة باستخدام محاكاة الجهاز في مايكروسوفت إيدج، حيث يحاكي الموقع الإلكتروني الخاص بك على الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. إذن يتم فتح أداة المحاكاة في مايكروسوفت إيدج. أولا من الزاوية العلوية نقوم بالضغط على المزيد من الأدوات، بعد ذلك أدوات المطور، بعد ذلك نقوم باختيار تبديل محاكاة الجهاز. هنا يتم عرض الشاشة كما لو كانت على هاتف ذكي أو جهاز لوحي. إذن لمحاكاة الأجهزة في مايكروسوفت إيدج أولا نقوم بالضغط على مزيد من الأدوات، بعد ذلك أدوات المطور، بعد ذلك نقوم على تبديل الأجهزة. يتم عرض الجهاز كما لو كان على جهاز ذكي أو هاتف ذكي. بعد ذلك سنتعرف على إظهار المساطر. مساطر الصفحة وظيفة إضافية تتيح لك قياس المسافات في الصفحة الإلكترونية بالبكسل، وتوجد مسطرتان إحداهما للعرض والأخرى للارتفاع. إذن لتطبيق إظهار المصادر نقوم بالضغط على المزيد من الخيارات، أولا نقوم بالضغط على الثلاث نقط، بعد ذلك المزيد من الخيارات، بعد ذلك الضغط على Show Rules أو إظهار المصادر. إذن لإظهار المصادر نقوم بالضغط على المزيد من الأدوات، أدوات المطور، بعد ذلك الضغط على ثلاث نقط Show Rules أو إظهار المصادر. ستظهر لنا
المسطرة تقيس العرض، والمسطرة الطول عفوا، ومسطرة تقيس الطول بوحدة البكسل. أيضا سنتعرف على اختيار الأجهزة التي تتم محاكاتها. يمكنك تحديد جهاز محدد في بيئة المحاكاة من قائمة معينة، ومشاهدة طريقة عرض الصفحة الإلكترونية في إطار العرض الخاص بك. إذا من خلال مايكروسوفت إيدج بإمكانك اختيار نوع الجهاز الذي ستشاهد الموقع الإلكتروني من خلاله. موجود عدة خيارات أو عدة أنواع من الأجهزة، جميع أنواع الأجهزة تقريبا، أو بإمكانك اختيار حجم الشاشة بنفسك. إذا نقوم بالضغط على القائمة المنسدلة البعد، بعد ذلك الاستجابة، بعد ذلك الضغط على تحرير. إذا نقوم على الضغط على الاستجابة، بعد ذلك تحرير. نستطيع اختيار ديفايس، بعد ذلك نستطيع اختيار أي نوع جهاز من خلاله تستطيع رؤية الموقع الإلكتروني المستجيب. أيضا سنتعرف على استعلام الوسائط. استعلام الوسائط هي خاصية في صفحات التنسيق النمطية CSS، تستخدم فقط عند استيفاء شرط محدد. إذا ذكرنا سابقا أنه لإنشاء موقع مستجيب هناك طريقتين، إما باستخدام إطار العرض ميتا أو باستخدام استعلام الوسائط. استعلام الوسائط يتم تنفيذه فقط عند استيفاء شرط محدد. بإمكانك وضعه في داخل ملف خارجي أو داخل ملف خارجي أو ملف داخلي. إذا نقوم بوضع استعلام الوسائط ميديا، بعد ذلك نقوم بوضع الشرط. مثلا هنا الشرط حجم الشاشة 800 بكسل. إذا كان حجم الشاشة 800 بكسل، قم بتغيير العرض والطول إلى 300 بكسل، ولا الطول أوتو. النوع الآخر، الملف الداخلي، يكون بداخل صفحة الـ HTML. نقوم بوضع استعلام الوسائط داخل الوسم ستايل، بعد ذلك نقوم بكتابة الشرط. مثلا هنا الشرط إذا كان عرض الشاشة 800 بكسل، قم بتنفيذ الشرط أو قم بتنفيذ تغيير العرض والطول. كما ذكرنا مسبقا يمكن إضافة استعلام الوسائط داخل الوسم ستايل إذا كان داخل صفحة الـ HTML داخل قسم الهيد. هنا سيتم تصغير عرض الصورة إلى 70% إذا كان عرض الشاشة 800 بكسل. إذا لتنفيذ استعلام الوسائط الداخلي نقوم بفتح صفحة الـ HTML الذي أنشأناها مسبقا. بعد ذلك في قسم الهيد نقوم بإضافة وسم ستايل، نقوم بكتابة استعلام الوسائط ميديا، بعد ذلك تحديد حجم الشاشة، أقصى حد للعرض ماكس ويث 800 بكسل. إذا تحقق الشرط وكان عرض الشاشة 800 بكسل، في كلاس الإيمج الذي قمنا بتعريفه سابقا، قم بتغيير العرض إلى 70%. والهاي أو الطول أوتو تلقائيا حسب العرض. بعد ذلك فايل سيف، نقوم بحفظ الملف. بعد ذلك نقوم هنا بتغيير حجم الشاشة لنرى التغييرات. لاحظ عند تغيير حجم الشاشة يتم تغيير العناصر. أيضا سنتعرف على استعلام الوسائط في ملف CSS
خارجي، بإمكانك إضافة استعلام الوسائط في ملف CSS خارجي، بعد ذلك نقوم بربطه بملف HTML عن طريق اللينك أو عن طريق اسم الكلاس. إذا هنا في ملف CSS الخارجي نقوم بإضافة استعلام الوسائط ميديا، هنا نضع الشرط إذا كان عرض الشاشة 800 بكسل نقوم بتغيير العرض إلى 70% والهاي إلى 2. لاحظ هنا عند عرض إطار أكبر من 800 بكسل يختلف حجمها أو تختلف حجم النصوص والصور، عند عرض إطار الأقل من 800 بكسل، هنا 800 بكسل، هنا 801، تختلف حجم الصور. نشاط، حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خاطئة. 1، مساطر الصفحة وظيفة إضافية تتيح لك قياسة المسافات في الصفحة الإلكترونية بالبكسل. ممتاز، الإجابة صحيحة. 2، يمكنك تغيير حجم عرض النافذة يدوياً أو اختيار نوع الجهاز. ممتاز، الإجابة صحيحة. 3، استعلام الوسائط هي خاصية في صفحات التنسيق النمطية، يمكن وضعها في ملف CSS خارجي فقط. ممتاز، الإجابة خاطئة، يمكن وضعها في ملف خارجي أو داخلي. أيضا في المثال التالي سيتم تكبير عرض الصورة إلى 70% إذا كان إطار عرض الشاشة أقل من 800 بكسل. إذا هنا إذا كان عرض الشاشة 800 بكسل سيتم تصغير العرض الشاشة إلى عفوا تصغير العرض إلى 70%، لأن الحجم الأساسي للشاشة القياسية 1100، فإذا كان أقل منها سيتم تصغير العرض والطول. إذا ممتاز، الإجابة خاطئة. 5، يمكنك اختيار مظهر الموقع على الأجهزة المختلفة باستخدام محاكاة الجهاز في مايكروسوفت إيدج. ممتاز، الإجابة صحيحة. إذا تعلمنا في هذا درسنا اليوم الموقع الإلكتروني المستجيب بالإضافة إلى محاكاة الأجهزة في مايكروسوفت إيدج، بالإضافة إلى إظهار المساطر واختيار الأجهزة التي تتم محاكاتها. أيضا تعرفنا على استعلام الوسائط. تقويم ختامي، أضف إلى المقطع البرمجي HTML التالي: استعلام وسائط لتقليل، هنا أضف استعلام وسائط لتقليل مقياس عرض صورة الصفحة الإلكترونية إلى 60% وضبط ارتفاع تلقائيا أوتو عندما يكون عرض الشاشة 500 بكسل. إذا سيتم إضافة استعلام الوسائط ميديا وشرط العرض أن يكون 500 بكسل. شكرا لكم على حسن المتابعة.